الزميل نوفل ضو اخد عخاطره يقبرنا قليل فرزلي كيف سامي جميل صنفوا مع النواب المتواطئين عن ناس ويلي رافضين يعملوا مصالح شعبهم. بس بحب قلك انه سامي الجميل رحمك وكان كتير مهذب معك. اذا بدك تعرف رأي الناس فيك انزال على شي مطعم، يمكن اول بهدلة ما كفتك. شو تعليقك؟ اولا سامي جميل هي مهذب اكتر منه يعني. ثانيا انا ما قصرت مع بيت الجميل، الرئيس امير جميل وقصة البومة بعدها مشهورة.